عالم الفواكه المتميزين. حبايبي عالم الفواكه، اليوم هو يوم الاحد الموافق 13/12/2020. حبايبي عالم الفواكه، كيف اصبحتم؟ اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. حبايبي عالم الفواكه، اليوم بدنا نروح نجيب من بيت الحروف حرف جديد. بس انا تذكرت انه انا رحت على بيت الحروف وجبت لكم الحرف امبارح وانتم نايمين، رحت بالغابة وركضت وجبت الحرف ورجعت. هذا الحرف في عالم الفواكه كيف المرة الماضية حرف الاج طلب اخوه، امبارح بالليل صار حرف الاع يعيط. حكيت له مالك يا حرف الاع؟ ولهو بحكي لي يا مس سلمى انا بدي اخوي. حكيت له مين اخوك يا حرف الاع؟ لهو بحكي لي انا اخوي حرف الاغ، حرف اغ. حكيت له يعني انت بدك اروح على بيت الحروف واجيب اخوك حرف اغ؟ لهو بحكي لي اه. حكيت له اوكي، ورحت امبارح وجبت له اخو حرف الاغ هو حرف اغ، حرف اغ. طب خلينا نشوف كيف شكله، بيشبه حرف الاغ؟ اكيد بيشبهه. هون عنا حرف اغ. طيب يا عالم الفواكه، خلينا نخطط ونشوف كيف بيشبه حرف الاغ. اول شيء حرف الاغ اغ اخر الكلمه عباره عن نص دائره صغيره ونص دائره كبيره لتحت السطر. حرف الاغ بيفرق عن حرف الاغ بشغله واحده، انه في على راسه نقطه. شو في على راسه؟ نقطه. اذا اغ عبارة عن نص دائرة صغيرة ونص دائرة كبيرة. اغ، هذا الاغ اغ اخر الكلمة. طيب نشوف الاغ اللي جنبه، هذا الاغ اغ اول كلمة بيشبه حرف الاغ. نعمل نص دائرة للسطر وبنمشي شارع على السطر. اغ اول كلمة، اغ اول كلمة. طب يا عالم الفواكه، احنا اذا اجى حرف المد آ ومسك حرف الاغ، مسك ايده، شو بصير؟ اغ آ غا، اغ آ غا، اغ آ غا. طب خلينا نشوف كيف نقدر نكتبه. نعمل نص دائرة للسطر وبنمشي عشايا، منحط النقطة هيك عنا حرف الاغ، بعدين بنمد الآ لفوق. اغ آ غا، اغ آ غا. طيب يا عالم الفواكه، هلا بدنا نشوف كلمات حرف الاغ. هاي الكلمات انا كلياتها امبارح حكيتها لبيت الحروف لحالي، بس وعدت بيت الحروف انه عالم الفواكه يحكوها بكره. حكيت له بكره بخلي عالم الفواكه يحكوها، حكى لي اوكي يا مس سلمى. فيلا نسمع بيت الحروف، احكوا معي. اغ فارغ، فارغ يعني ما في شيء بداخله. اغ فارغ، اغ فارغ. طيب نشوف الكلمه اللي بعدها، اغ غساله، اغ غساله. طيب نشوف هون، اغ غراب، اغ غراب. نشوف هون، اغ غزال، اغ غزال. نيجي هون، اغ دماغ، اغ دماغ. اغ غسيل، اغ غسيل. اغ برغي، اغ برغي. اغ غصن، اغ غصن. طيب يا عالم الفواكه، خلينا ندور على حرف الاغ بداخل الكلمات. اول كلمة عندنا فارغ، اغ فارغ. اين هو حرف الاغ اللي نص دائرة صغيرة ونص دائرة كبيرة ونقطة؟ هل هذا حرف الاغ؟ لا. هل هذا حرف الاغ؟ ايضا لا. هذا حرف ا. هل هذا حرف الاغ؟ هذا حرف ار.
دائرة للسطر ومشينا شعرها على راسه نقطة؟ نعم يا عالم الفواكه، يا عيني عليكم. نيجي هون، إخ غراب، إخ غراب، أين هو حرف الإخ؟ هذا هو حرف الإخ، يا عيني عليكم. نيجي هون، إخ غزال، إخ غزال، هذا هو حرف الإخ، وبجانبه إز، بعدين أ، بعدين إل، غزال. نيجي لتحت، إخ دماغ، إخ دماغ، أين هو حرف الإخ يا عالم الفواكه؟ هل هذا حرف الإخ؟ لا يا أم سلمى، هذا حرف إد. طب هل هذا حرف الإخ؟ لا يا أم سلمى، هذا إم. طب هل هذا حرف الإخ؟ لا يا أم سلمى، هذا آ. طيب هل هذا حرف الإخ؟ نعم، هذا عبارة عن نص دائرة صغيرة ونص دائرة كبيرة ونقطة. إخ دماغ. نيجي هون، غسيل، غسيل، هذا حرف الإخ يا عالم الفواكه، بجانبه حرف الإس، وهون عنا حرف الإل. نيجي الكلمة اللي بعدها، برغي، إخ برغي، هذا هو حرف الإب، نص دائرة وشارع، هون عنا حرف الإب، وهون عنا حرف الإر. نيجي للي بعدها، إخ غصن، إخ غصن، هذا هو حرف الإغ، هذا هو حرف إغ، وهذا حرف إن، هذا حرف إن. نيجي لهون، التدريب بيحكي لنا يا عالم الفواكه اكتب، بدنا نكتب حرف الإغ. يلا يا عالم الفواكه، أول شيء نعمة، نص دائرة صغيرة فوق السطر ونص دائرة كبيرة تحت السطر ونقطة. إخ آخر الكلمة، نص دائرة صغيرة ونص دائرة كبيرة ونقطة. إخ آخر الكلمة، نص دائرة صغيرة ونص دائرة كبيرة ونقطة. إخ آخر الكلمة. نيجي نكتب تحت، يلا يا عالم الفواكه بدنا نكتب إخ أول كلمة. يا عالم الفواكه، أي حرف بنحكي عنه أول كلمة بده يكون مادة إيده، إيش بده يكون عامل؟ بده يكون مادة إيده. يلا نكتب إخ أول الكلمة، نعمة، نص دائرة صغيرة ونمشي شارع على السطر ونقطة. إخ، نص دائرة شارع نقطة. إخ، نص دائرة شارع نقطة. إخ، هذا إخ آخر الكلمة وهذا إخ أول الكلمة يا عالم الفواكه. تمام يا عالم الفواكه، هلا بدنا يا عالم الفواكه نحكي كل حرف ونحط عليه حرف المد. جاهزين؟ يلا شوف، إخ آ غا، إخ آ غا، إج آ جا، إج آ جا، إح آ حا، إح آ حا، إم آ ما، إم آ ما، إر آ را، إر آ را، إز آ زا، إز آ زا، إس آ سا، إس آ سا. بهذا الشكل يا عالم الفواكه نحط الحرف هون، نحط حرف المد آ هون ونجمعهم مع بعض. نجرب كمان مرة، إب إب آ، إب آ، إب آ با، إب آ با. وهيك يا عالم الفواكه
بنكون انهينا حصتنا لليوم. يعطيكم العافية ومع السلامة.